لأنكما تستحقان ببساطة التكريم هذه الليلة. إذن الأخضر بلومي الذي عانى كثيرا من تدخلات المدافعين لما كان لائبا تعرض للكثير من الإصابات هو الذي سيكرم المدافع حشود خلال هذه الليلة. أما المساعد المدرب الوطني نور الدين قريشي سيكرم حسين مترف الذي يعلق عليه آمالا كبيرة. طبعا تفضل سي نور الدين قريشي إلى المنصة لتكريم حسين مترف في هذه السهرة الاحتفائية المميزة. لاعبين كبيرين وسابقين منتخب الجزائري مع لاعبين شابين واعدين، هي صورة جميلة ستبقى في ذاكرة اللاعبين حتما. يلا نبدأ بحسين مترف، عندك الميكروفون. تذكر لما التقينا منذ عام في الصيف قلت بأنه لو تتاح لي الفرصة مرة واحدة في المنتخب لن تضيع لي المكانة الأساسية. هل اليوم راك متأكد من نفس الكلام اللي قلته لي في الصيف منذ عام؟ صح، أنا قلت لك هذا الكلام والحمد لله كما يقولوا، يعني هذا فضل المجهودات وال يعني والفرق اللي لعبت فيها، يعني سواء اتحاد العاصمة وفاق الصيف والمرحلة يعني الصغيرة اللي مريت بها في فرنسا، يعني نادي ديجون، يعني أعطتني كما يقولوا الدفع المعنوي والبدني، والحمد لله يعني ما زال الخير قدام إن شاء الله. واحد ما لازمش يقول سيمون الحق، خاطر كرة القدم يعني قد ما تزيد تتعلم قد ما تلعب قد ما تحوس كما يقول تطور إمكانياتك. شكرا حشود، ما هو سر تسجيلك للأهداف بهذه الطريقة رغم أنك كنت ما زالك تلعب كمدافع أيمن؟ هل كنت كي كنت صغير كنت تلعب مهاجم لذلك كنت تسجل الأهداف بهذه الطريقة؟ السر تاعي يعني أنا كنت عندما كنت في الأواسط كنت نلعب وسط ميدان، الحمد لله في برج بارج وليت نلعب ظهير أيمن. ذوك الحمد لله ذوك راني نحوس أنا باش نزيد نطور الإمكانيات تاعي في المنتخب الوطني باش إن شاء الله باش نطمح لمستوى أكثر وأكثر إن شاء الله. سي الأخضر، واش عجبك في مترف وحشود؟ أولا السلام عليكم للجميع. طبعا هو العاجل المحلي ان شاء الله برك تكون الفرصه ان شاء الله ترتاح لهم، مع خاصه المدرب الجديد ان شاء الله الفرصه تكون فيها امال فيها يعني نجاح. واشكر نور الدين قريش. امو سور حسين مترف ريفيلاسيون دو لا سيليكسيون اي حشود ريفيلاسيون دو لا سيزون. Bonsoir à vous. Comme vous savez que je parle très bien l'arabe, j'ai parlé en français. Pour vous dire que je suis très honoré déjà d'être là. Et je voudrais aussi parler au nom du sélectionneur Vahid Aliozic qui est absent ce soir et que je remplace avec un grand honneur. Ces deux joueurs, j'ai eu le plaisir de les découvrir récemment. Ce sont des joueurs qui sont bourrés de talent, de qualité. Et maintenant, ils sont à un début et j'espère qu'ils vont vite progresser parce que l'Algérie a beaucoup besoin de grands talents comme ces deux joueurs qui ont été nominés ce soir. مرك عليك عبد الرحمن حشود، مرك عليك حسين مترف. المنتخب